سعيد وجيتك يا حميد. نعم الله ينعم عليك ويزيدك من خيره. تكلم، انا ما عندي وقت وانا ذاتي ما وراي شيء. الظاهر انك مجنون. انا لو كنت مجنون كان ما جيتك على نكشف الملعون. لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين معاك كذيب تعطلني. لا 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 ما اعطلك، بس خليني اركب معك وفي الطريق بكلمك. بتكلمني عن ايش؟ بكلمك عن اللي كان في ذاك الزمان. خليني أركب معك يا إنسان. زين أركب. شغل المكيف علشان تقيل الهبوبة وتروح الرطوبة. زين هذا المكيف شغلناه، أربط الحزام. ربطنا الحزام يا زول. هاي مصلحتك من الكلام هذا اللي قالت تقول لي اياه.
يقولوا ما يجيك غير مزنونك، وانا بقيت افتح نفوخك، قصدي عيونك. ايش يعني تفتح لي عيوني؟ انا قصدي افعل الخير يا حميد. قلت لي ما عندك شغل؟ عندي وما عندي، يعني ما مرتبط مع حد باي عمل. ما في مانع تقدر تقول كده. لو طلع كلامك صحيح انا بشغلك بدل صورك في هذه المزرعه يا سعيد. وانا استاهل يا حميد. قلت شيء؟ قصدي كلامي بيطلع صحيح وراكب الموقف يا فصيح. زول. اهلان سعيد. ها دوست، الخضار جاهز؟ كله جاهز. فلوس مال انت جاهز؟ اي نعم جاهز. شوف سعيد، كل خزار 100 ريال علشان انت بس. انا اقول 50 ريال يكفي. لا لا سعيد، هذا نمونة انت في تمام. انت يعرف خزار هذا قيمة واجد رخيص. زي وانت ليش تبيعه بهذا الرخص؟ الله يسلمك ويطول عمرك. انا اذا في بيع سوق واجد في مشكل. وايش من مشكل؟ في واحد نفر اسمه ابو خير، هذا دايم يراقب انا وفي كلام ارباب مال انا. بعدين هذا نفر كل يوم في يمسك ركبه مال انا. هذا ابو خير واحد نفر مجنون. مجنون انت؟ انا قصدي اقول في الجنون في النون يا دوست. كلام مال انت صحيح سعيد. اري يا ارباب مال انت هذا قبي، هذا هميت قبي. هذا لو يعرف انت فيه يسرقه كان في زعلان. هذا حلو. ارى سعيد ما في مشكله، ما في مشكله. هذا ارباب خليه يولي. خلي يولي يا سورت، خلي يولي ارباب. ها ارباب، انا هذا صباح كارو ارباب. صباح كارو. اخرتها يا سورت، تغشني يا سورت. صباح كارو ارباب. يلا يلا روح جهز اغراضك، انا بسفرك عقابا لك. يلا روح من قدامي، روح روح يلا. والله وطلع كلامك صحيح يا سعيد، من اليوم انت المسؤول عن هذه المزرعة. معقولة طول هالمدة وانت ما عارف عن هاي التصرفات؟ في واحد اسمه بالخير قال لي، لكن وما صدقته. صدقته لكن ما فكرتهم بيستمروا في هذا الافعال. المهم انك انت اليوم المسؤول. خلينا انت عارف بالاول. هذا انت يا ابو الخير؟ هذه هي احلى صالك. عشان مو خالي هذا كولومبو. كولومبو نعم. خالك ما في أطيب منه، قلبه أبيض. أنا أعرف هذا الشيء، بس طيبته وفطرته وتدخله في أحوال الناس يهبل الكلام. علشان كذا كان قاعدين لك يا بدر، حاول حاول بكل طريقة أنك تقنع خالك يجي يعيش معاك. الله يهديك يا عم أبو راشد، هو هناك ما قادر يعيش بدون مشاكل، هني بيقدر عاد؟ ما فهمتك يا عم أبو راشد. مشكلة خالي إنه ما يقدر يشوف الغلط ويسكت عنه، وإنت أدرى هني في أشياء كثيرة وبالأكيد بيحاول يتدخل. بس هنا أنت معاه بتحاول تهدي. خالك يعزك ويحترمك. والله إيش أقول لك يا عم براشد، الخال إذا ضربت في رأسه فكرة يسويها ولا يهم حدا يك الساعة. المهم أنا خبرتك وحاول تفكر كلام. الله يعزك يا عم براشد، ما قصرت، ولا إن شاء الله في أقرب فرصة بجي أزوره. الله يستر. الله الله، على أيام زمان. صحيح لما قالوا قديم الصوف ولا جديد البرئس. ايام الخناجر. انا من كم من يوم ابغي اوديها للصايغ علشان انظفها وانسى، بس عاد اليوم ما بنسى. خلنا نتكشخ شويه. يلا لو كان قرش جديد كان احسن. أكلين سوى يا حضن اطراح طالعين عوقه.
انت جاي بحث هذاك يكون براشد؟ ما حد يزورني غيره، كلهم بيتشرفوا علي. من بدر؟ اي نعم يا خالي. حي الله ولدك. ولدك حي الله. كيف حالك؟ الحمد لله. كيفك انت؟ والله ايش اقول لك، مشيلها لكن الحمد لله. تفضل. الحمد لله الحمد لله، عساك بخير انت. بس تفضل تفضل. الله يخليك، بس اشوفك كاشخ ولابس خنجر ما شاء الله. كاشخ حصيني؟ انا حصيني؟ لا خالي ما قصدت، بس يعني اشوفك لابس. كيف انت يوم بتروح السوق تصير بلا ثياب؟ بتدخل ولا بتروح مع السوق؟ خالي انا جاي عندك ولا تحت امرك؟ تحت امري؟ نعم. زين انا ادوسك عاد. خالي يلا بنصير السوق. يلا يلا يلا. خالي بعدك ما غيرت هذا القفل وهذا الباب؟ بغيره بغيره، بس من يقترب عاد. يلا مشينا. اقول بدر، على هالكشخة وعلى هالخنير، ايش رايك اركب ورا وانت تسوق؟ لو كان يرضيك خالي. امزح لا معك. خلي يلا يلا اركب اركب يلا. عذاب خالي. ايامك تقولين شيء يا اخت زهرة؟ لا ابدا، بس بدر ما اشوفه اليوم. بدر راح البلد يزور خاله ابو الخير. ابو الخير؟ ايوه ابو الخير، هو الانسان الوحيد اللي بقاله من اهله. اخ ربيع، يعني خاله هذا ابو الخير في شيء؟ لا ابدا ما في شيء، بس راح يزوره. انزين كان ممكن يزوره في ايام الاجازه. عموما انت ممكن تسالي من يرجع، هو بالتأكيد يجاوبك. فأنا يهمني إني أقوم بواجبي. بس الناس ما تحب حد يتدخل في شؤونهم. اسمع أنت، أنت الحين ما ولد أختي ولا لا؟ لا ما أقصد نعم. وأنا ما خالك؟ أيوة. يعني من حقي إني أنصحك ولا لا؟ يس. اسمع أنت، طلب ولا هذا الخنجر تراه؟ غالي بس طلب، كمل كلامك. أنا اللي أبغي أقوله إن كل الناس هذولا أعتبرهم مثل أهلي وناسي، والنصيحة واجبة. صح صح. بس يا خالي لا تجس، بس بس يلا لف لف اللفة الجاية على على الشمال. يلا هني لف مني. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين أبوك يا منصور؟ أبوي أبوي توفى صار شهرين. مسكين، وليش توفى؟ خالي الله يحديك، إيش هذا السؤال؟ مالك يا بدر، أنا ما قصدي، أنا أقول يعني ما عندي خبر. هو توفى برا لما كنا شايلينه يعالج، والعزاء سويناه عند أخواني في القريات. مسكين الله يرحمه. ما عليه يا ولدي، إن شاء الله عليك الدور. خالي الله يهديك، تدعي على الولد بالموت؟ متى؟ الحين. ما تقول ما تقول ان شاء الله عليك الدور. انا اقصد عليه الدور انه يحمل المهمه في دكان ابوه. زين خالي وضح. موضح، بس انت ما لابس نظاراتك. انت يا ولدي مثال الشاب اللي ياخذ المهنه ويتوارثها من اهله، والنعم فيك. بس انا انت والله ما حد احسن منك. توفى ابوك وضربت على صدرك وقلت انا باخذ مكانه وبصوغ. الحقيقة اني يعني الحقيقة انك شرحت لي صدري في جلوسك في الدكان، ما مثل غيرك. خالي الولد تريد يتكلم، اعطيه فرصة. زين خليه يتكلم حد ما سكنه. انت والله ما اعطينا فرصة الله يهديك. زين تفضل يا ولدي تفضل. بصراحة انا فرحان اني اشوف ماخذ مكان ابوك وجالس في الدكان. الحقيقة اني يعني بعد وفاة الوالد بعت المحل. كيف؟ ولمين بعته؟ للاخ كمار. والنعم فيك. أبوي
خير؟ خير يا بنتي خير، كل الخير يا الله. بغيت أكلمك في موضوع بس على بينكم ها؟ مسهل من هذين خير يا أبوي، إيش هذا الموضوع اللي خلاك تجيني لين هني؟ أنت يا زهرة أنت؟ أنا؟ هي نعم يا بنتي أنت، هو أنا عندي أغلى منك، أنت عيوني يا زهرة. أبوي أرجوك تكلم، أسلوبك هذا يخوفني. لا تخافي يا بنتي لا تخافي، كل الخير. هو أنا يجي من وراي شيء غير الخير؟ يا بنتي أريدك تأخذي كل شيء يخصك هنا. يعني إيش؟ يعني اليوم آخر يوم تداومي فيه هنا. إيش؟ لا 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 لا، أنا ما أرضى إنك تبيع المحل. لا يا خالي هدي الله يهديك. لا 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 لا، لا ما يمكن، لا تحاولوا. يا عم أبو الخير أنا ما أبو الخير الحين، أنا أبو الشر في هذه اللحظة. تبيع دكان أبوك هذا بدل ما تجلس فيه؟ أخ بدر حاول تفهم خالك. وبعدين يسب بعدين يسب. ما يسب يا خالي ما يسب الله يهديك. كيف ما يسب؟ ما يقول فهم خالك يعني أنا ما أفهم. لا تفهم كل شيء خالي، بس هو حر في ماله. لا هذا ما ماله، هذا مال أبوه وغاضي فرد فيه للغرب. أنا ما موافق. أوهو أنت مين علشان توافق أو ترفض؟ الدكان دكاننا ونحن حرين فيه، وأبوك اللي شقى وتعب توفى ونحن نشوف إنه من صالحنا بيع المحل. الله أكبر عليك، وقدرت تقولها بعد؟ يا خالي خلينا نروح بدون مشاكل. كيف تبغينا نروح يا بدر وهذا العاق يريد يفرط بمال أبوه؟ يا خالي هو حر، وبعدين ما متقبل أي كلمة منك، يعني أي كلمة تقولها مردودة لك. سمعت وتبغاني اسكت على الغلط يا بدر؟ هذه يبغى لها زراج برقبته، يبغى لها زراج. خالي اللي تشوف انت غلط هو يشوفه صح. صح في عينه. خلاص انا رايح والدكان عندك. تعال لا تطير تعال. خالي خالي كل هذا ما ينفع، ودي خنجرك مكان ثاني وخلاص. هي قهر يا بدر، هي قهر. هدي ما عليه هدي ما عليه، هو غلطان وهو حر. احسن اروح من هني قبل لا انفجر. خالي يا خالي انت الحين ليش زعلانه كل هذا الزعل؟ بعد كل هذا وما تريدني ازعل؟ جايلني لحد المكتب وتقول لي ما في شغل، سيارتي خليت حد من سواقينك ياخذها، وبعدك تقول لي ليش زعلانه؟ يا بنت انا جيتك لحد المكتب علشان اخبرك بهذا الخبر سعيد، وبعدين الرجال ما يريدك تشتغلي. قلت خلاص ما لازم تشتغلي. قمت انا وسحبت السياره علشان اتكلم معاش واخذ رايش. جاي تاخذ رايي بعد ما انت وافقت؟ انا عارفه اللي جاي يخطبني منك اكيد غني. يا ريت لو غني وبس، هذا غني وغني وغني. انزين انا بعرف هذا وين شافني عشان جاي يخطبني. المهم انه خطبش وانا وافقت عليه، والحين اريد اسمع كلمه الموافقه منك. يلا قولي. أبوي ممكن تعطيني مهلة يومين؟ أنت الظاهر بيا تطير المصنع من يديني. أثاريك عصبي يا الخال ها؟ ويا ريت عصبيتي هاي تجيب فايدة بعد. اشرب باردك يا الخال ولا تهتم. وإحنا إيش بضيعنا غير هذه الكلمة؟ قدام اقل شيء ما اهتمينا. خالي انا قلت البارد بيهدي من اعصابك شوي، شوف ما شا فايده. احيانا اقول بيني وبين نفسي يا ان كل هذا الناس غفلانه يا اني مجنون وصاحب مشاكل. عزيزي يا خالي عن كل هذه المسائل، هو الصراحه كل ما فيه انك عايز زمانك وما تقدر تتغير. العقل يقول ان التغيير يكون للاحسن واللز. خير يا خالي ليش سكت؟ وهذا بعد هنا؟ خالي خالي انت بعدك هنا؟ انت بعدك هنا؟ من؟ ابو خير؟ انت ليش ما سافرت؟ خالي خليني انت صبر، كان المفروض انك تسافر ما كذاك؟ يا ابو خير ليش انت عيد كره انا؟ جاوب على سؤالي، ليش حميد ما سافرك؟ اسال حميد يا سيد اسود. بعد يضحك بعد يضحك. خالي خلينا عليه. خالي ارجوك اكفي. خلينا عليه خلينا عليه، هذاك الشرها ما عليك،
الحميد اللي ما سافرك بعد كل اللي سويته. يلا يلا روح روح روح. انا لازم اروح لحميد. يا خالي ايش بتستفيد؟ حميد يعرف ان هذا الانسان ما نظيف وانا كشفته، ليش ما سفره؟ هو حر. يعني ايش حر؟ انت هلك ابني مال الكلمه هذه. خالي المساله بينه وبين عامله، خليهم. ما بخليه حتى اعرف ليش حميد ما سفره. انا تبهدلت لحد ما كشفته قدامه. انا بروح لحميد الحين. خالي لحظه يا خالي لحظه. خالي لحظه. خالي ما شاء الله ما شاء الله. أقول يا بنتي ترى خطيبك تغدى ويا ريت لو تنزلي تسلمي عليه. لا ما أريد. خلاص خلاص يا بنتي على راحتك. أنا قلت يعني تروحي تنزلي تسلمي عليه حتى لا تقولي أبوي زوجني واحد بدون ما أشوفه. يا أبوي أنا ما طلبت منك مهلة يومين. يا بنتي ترى اليومين إلا 48 ساعة بس. يا زهرة يا بنتي أنا تهمني مصلحتك لأنش غالية علي غالية. وهالله هالله يا بنتي في المصنع ترى بين يدينش. خالي خالي الله يهديك اهدى شوي. مالك بدر؟ خليني الله يهديك انت. خالي اسلوبك الحاد هذا ما يرضي حد واخافك تصادم بالعم حميد. سياره؟ انا سياره عشان اصدمه سياره؟ يا خالي ما قصدي، اللي بغيت اقول انك تهدى شويه عشان ما تعصب. انا ما رايح اضاربه، انا رايح اسال سؤال واحد بس، هذا السؤال محيرني وضاربني قهر. سلامتك من القهر، المهم انك تهدأ. بهدى ابوي بهدى، انت ايش فيك تلهث؟ هذا هو طلعه. طلع ابو الخير. خير ان شاء الله. ممكن اعرف انت ليش ما سفرت سورج؟ ها الحين انت جاي وتارك شغلك في المزرعه علشان تسالني هذا السؤال؟ نعم ويا ريت تجاوبني. يا ابو الخير مالك وماله وانت وش عليك؟ سافر ولا ما سافر؟ اسمع انت يعني ايش يا ولد الحلال؟ انا خليته ينقل كفالته لشخص ثاني وخلاص. خير خالي؟ انا من رايي يتوصل البيت يرتاح. خالي خالي ولكن إني سويت شيء. ما عليه خالي ما عليه، يلا نروح يلا. سورج هزمني والكل ساعده. ما عليه خالي، هذه الجولة الأولى، المهم النهاية. يلا بدر. نعم خالي. ودني البيت. يلا خالي يلا. أحس راسي يدور. يلا يلا بسم الله. صدقني يا خالي هم الخسرانين. بس انا ما اريدهم يخسروا يا ولد اختي. هذا من طيب قلبك بس. بدل ما اقول لك رجع البلد اقوم انا واروح معك. عفا عليك يا خالي عفا عليك. ظروف ظروف. كل شيء هني له ذكرى في نفسي حتى الجدران. لا تخاف يا خالي لا تخاف، شيء هنا جدران معناه ما سقط شيء، لا تخاف. الله العظيم. زين انك ابتسمت.
ايه يسوي بعد؟ تراهم يقولوا شر البلية ما يضحك. زين يلا بسم الله بسم الله. يلا يلا خالي. يلا يا خالي ليل ورانا درب. كنا حد جاي يزورني. مساء الخير يا عم ابو الخير. انا وسهلا. ايش جاي تسوي بعدك؟ بغيت اشوفك. كيف مشتاقني يعني؟ جيت علشان اشكرك. تشكرني؟ تشكرني على ايش؟ في الحقيقه انا جلست افكر في موقفك اليوم. زين بعدك تعرف تفكر؟ سؤال واحد حجرني بعد ذاك الموقف. ليش العم أبو الخير كان زعلان والموضوع ما يعنيه؟ كيف ما يعنيني؟ يعنيني ونص بعد. حسبتها في راسي حصلت كلامك صحيح. المحل لو خليته يشتغل وبديت أنا أشتغل فيه بعلمي ممكن أخليه ينشط أكثر وأكثر، وعلى هذا التفكير قررت أني ما أبيعه. يا سلام والله والنعم فيك، الحين ردت روحي. يا سلام يا سلام عليك يا ولدي، يا سلام والله والنعم فيك. نعم الحين الواحد يفتخر فيك. نعم الحين انت ولد ابوك. نعم ولد ابوك. يا سلام عليك يا سلام عليك يا ولدي، والنعم فيك والله والنعم. نعم انك ريحتني. يا سلام عليك يا سلام. لحظه خالي لحظه بس يا اخ منصور، انت قلت انك بعت الدكان. كنت على وشك، لكن الحمد لله العم ابو الخير جاء في الوقت المناسب. اشوفكم كنكم خارجين. اي والله نعم، انا والخال رايحين مسقط. انا كنت ناوي اروح. ناوي؟ نعم. كيف خالي؟ شوف يا ولدي الحين انا ما بروح، ما ادنى جوابي وكلامي جاب فايده، فانا لازم ابقى هنا. نعم والنعم فيك. يا سلام عليك يا سلام يا ولدي يا سلام. انا ما ادري كيف فكرت اروح من هنا. معقولة اترك ناسي واهلي والعشرة الطيبة اللي بيننا وال بدر؟ اشوفك ساهي. لا بدر ما في شيء. كيف ما فيك شيء وانت تنفخ؟ انا عارف يا ولد اختي اني تبغاني اروح اعيش في مسقط، لكن تعرف يا ولد اختي انت شايف الحالة اللي هني. اي حالة يا خالي؟ اي حالة؟ حالك انت ولا حال الناس اللي ما طايقين تصرفاتك وتدخلك في شؤونهم؟ اسمع انت اسمع، كأنه غلط علي تراك. يا خالي هذه الحقيقة، وانت كل يوم لك معهم سالفة. ترى هذه الحياة سوالف واحداث. انا اعرف ليش تقول لي هذا الكلام، لانك تريد اروح معاك مسقط. هي اتمنى يا خالي اتمنى. واهلي وناسي اتركهم يعني؟ اهلك وناسك ما محتاجين لك يا خالي. يا خالي انا اخذت اجازة اليوم من عملي علشان اقنعك، وانت اقتنعت. ايه اقتنعت انت، لكن الحين اشوفك تتراجع عن رايك. بدران. بدر يا خالي بدر. ما عليه هذا اسم الدلع. اسمعني انت، انا بفكر في هذا الموضوع وبرد عليك. كل مره تسمعني كلام مثل هذا وتنساني. ما عليه، هذه المره بفكر زين وبرد عليك. كيف يعني اروح؟ والله اذا تبغى تبات بات، ما عندي مانع. لا لا مشكور احسنت. زهرة احنا ما اتفقنا ان اليوم ما في دوام؟ ابوي انا بعدني ما وافقت على الزواج. كيف يعني؟ ترى ما باقي غير يوم واحد بس. ارد عليك بكرة، تو خليني اروح الدوام. انا ما اريد ازعلك، لكن بشرط اوصلك واجيبك بنفسي. زهرتي انتظريني. نعم نعم ان شاء الله ببلغ. يا اخي يمكن نسى او شيء. خلاص مين يوصل ببلغ. مع السلامه. صباح الخير. هو بدر بعده ما جاء؟ والله لحد البارحة بالليل بعده ما وصل من البلد.
استمر ابو الخير يصلح اغلاط الورى ما يستمر ابو الخير يا ترى هل يا ترى ما يستمر ابو الخير يصلح اغلاط الورى ما يستمر ابو الخير وصاحبه من مر امره غريب ما يندري بكره يشوف معكم نطوف بكره يشوف معكم نطوف في دوله مع ابو الخير يصلح اغلاط الخير في دوله مع ابو الخير يصلح اغلاط الخير بكره نشوف معكم نطوف بكره نشوف معكم نطوف بالخير.